التنمر الإلكتروني هو استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة وعدائية، ونظراً لأن هذه الوسيلة أصبحت الأكثر انتشاراً في مجتمعنا وخاصة بين فئة الشباب، فقد وضعت تشريعات وحملات توعوية لمكافحتها. إرشادات للتعامل مع التنمر: أولاً، عدم الرد على الرسائل المستفزة. ثانياً، ضرورة الاحتفاظ في الأدلة مثل رسائل إلكترونية والرسائل النصية التي من خلالها يتم تحديد هوية الشخص ورفع شكوى لشرطة الجرائم الإلكترونية. حجب المتنمر ومنعه من الدخول إلى بريدك من خلال منع الشخص من التواصل المباشر معك، ولا بد أن تتخذ بعض الإجراءات التالية: أولاً، احذف المتنمر من لائحة المعارف ومن صندوق البريد الخاص بك. ثانياً، ابعاد المتنمرين من صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. ثالثاً، منعه من الاتصال بهاتفك الخاص بك، فهناك بعض الهواتف الذكية التي تحذف الشخص تلقائياً الذي لا ترغب في أن يتصل بك. تغيير إعدادات الخصوصية في حسابك لمنع المتنمر من الحصول على طريقة جديدة للاتصال بك، وعليك بالحد من كمية المعلومات التي تعرض على شبكة الإنترنت.